مشاهدينا أكيد مكملين معاكم اليوم مع استضافة جديدة لمذيع ملهم من الدرجة الأولى أكيد ومميز بتقديمه وعنده طريقة طرح للمواضيع جديدة وجميلة وكلنا نحبها. حابين نعرف من خلال آخر المستجدات في برنامج يا هلا بالموسم الجديد، وأكيد نرحب بمذيع وزميل أكيد المهنة وزميلنا في روتانا أكيد جمال المعيقل. يا هلا وسهلا فيك. الله يحييك. شكرا مها وشكرا على هالإطراء اللي فوق حدي، فوق الشيء اللي قدمه. شكرا لك. قلنا الحقيقة. أول شيء خلينا مسي عليك بالخير ومسي على لبنى وكذلك على عود كلكم. يعني احنا اليوم يمكن اللقاء هذا اول لقاء بنبدا فيه ونقول بسم الله قبل البرنامج الموسم ان شاء الله. احنا استغلينا وجودك اليوم في الاستديو اكيد واخذناك قبل ما تبدون حلقتكم يا هلا، فقلنا نبي نعرف وش المستجد. طبعا انتم زميلنا كمان مفرح صحيح. تقدمون يا هلا وبرنامج للأمان. انا ارجع البيت افتح التلفزيون استناكم تطلعون بشوف وش قاعد يصير في الدنيا، فايش الجديد وش اللي قاعد يصير؟ وصح مبروك على استديوهكم بعد. مبروك لنا كلنا، يعني الثوب الجديد اعتقد كلنا اليوم توشحنا فيه الحمد لله، وهذا دليل على دعم اداره روتانا دائما للبرامج وللمذيعين وللمذيعات والمواهب ايضا السعوديه صحيح. من شباب وبنات. حقيقه الموسم هذا انا اعتقد انه ان شاء الله باذن الله بيكون موسم استثنائي بجهد الجميع. فريق الاعداد اشتغلوا فتره طويله قبل بدايه الموسم، شهر او شهرين، في فقرات جديدة، في أفكار جديدة اليوم مطروحة. الهدف الأساسي وهو الشعار اللي اليوم احنا نرفعه دائما بيهلا، هو البرنامج اللي يناقش مشاكل الشارع، يحمل هموم الناس، يوصلها للمسؤولين، وبنفس الوقت فيه دائما فقرات أو لايت نيوز خفيفة نكسر فيها حدة. يمكن الفترة الماضية مرينا كلنا في فترة الحجر صحيح. فأنا أعتقد أننا ساهمنا شوية في كسر الرتابة عند الناس خصوصا مع فترة الحجر صحيح. جمال أنا ودي أسألك سؤال، يعني يمكن شوي أبعد الآن عن يا هلا وعن الموسم الجديد وعن الاستديوهات الجديدة. أنا قاعدة كذا أتأمل كذا وأشوف، أنا شايفة قدامي، الله يستر من تأملك، شايفة قدامي مذيع إعلامي بمقاييس الإعلام الحقيقي اللي فيه مصداقية. في فترة الكل يتنافس على هذا المسمى، وخاصة مع تنوع منصات الطرح والوصول ما بين منصات تواصل اجتماعي، ما بين قنوات يعني على اليوتيوب أو ما شابه. جمال أنت نموذج مميز لمذيع قاعد يحقق اسمه في الإعلام السعودي. إيش هي كيف أكون مذيع حقيقي في هذا السوق؟ طيب انتم بتغرقوننا اليوم بكلمات الاطراف، شكرا لك لبنى. يعني هذا حقيقي جمال، أبد. تسلمي، شكرا. اليوم انا اعتقد الاعلام يمكن من اهم المبادئ، خلينا نقول، والقيم اللي المفروض انه يحملها هي المصداقيه. المصداقيه هي يمكن القيمه الاكبر والاعلى دائما اللي تكون موجوده سواء عند الصحفي او عند الاعلامي. الموثوقيه، انك تكون متاكد من انه المعلومات اليوم اللي تقدمها هي معلومات موثوقه ومصادر موثوقه. الاهم، عميد الصحفيين البريطانيين يقول الصحفيين هم خدم عموم للناس. ف اليوم الشخص اللي يشتغل في الإعلام ويشتغل بالصحافة لازم يستشعر هالدور اللي عنده، إنه أنت تحمل رسالة، مش رسالة برقماتية دائما تحاول تبحث فيها عن الإثارة قد ما تبحث فيها بالفعل عن تغيير شيء قائم، عن خطأ اليوم تجده ممارسة. احنا ما نمارس دورنا كمحاكمين كصحفيين وإعلاميين، إنما نمارس دورنا كسلطة رابعة اليوم تبحث وتطرح التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أداء معين لجهة معينة أو أفراد أو مسؤولين أو أيا كان. وهذا الشيء بالضرورة والأساس لابد أنه يرجع على الناس وعلى الخدمات اللي تتقدم صحيح. لهم، وعلى تحسين أيضا جودة حياتهم. الصوت اللي اليوم الناس ما راح تلقاه من خلال قنوات أو منابر معينة، أنا أعتقد أنه الإعلام هو اللي يحمل هذا الصوت ويوصله إلى المسؤولين، إلى الأشخاص أبعد، والهدف دائما التغيير الأفضل. طيب جمال خليني أسألك، وش الجديد في يا هلا عن السنوات اللي قبل؟ جديد طبعا السنة هذه في فقرات كثيرة أمانة أودي، يعني نحن نتكلم اليوم عن فقرة خذ العلم، وهي فقرة
جديدة يمكن بالنسبة لنا، يطرح فيها مفهوم معين سائد عند الناس، ونجيب فيها صاحب اختصاص وهو يصحح المعلومة بطريقة خفيفة مش طريقة حوارية. في فقرات كثيرة ما نبغى نحرقها، نخليها للناس يمكن بعد فترة، لكن في عندنا فقرة المناظرة، أنا أعتقد يمكن هذه مهمة كثير للأشخاص اللي يعشقون النقاشات أو الجدال الحاد، وإن شاء الله ما نوصل للجدال. كذلك في فقرات متنوعة، في تقارير متنوعة سواء على مجالات معينة أو تجاه مناطق معينة أو تجاه حتى عمل وزارات أو عمل هيئات حكومية. طيب خلينا نتكلم عن موضوع الأمانة، سمعتها كثير يتناقش يعني ما بين مؤيد ومعارض، فودي أعرف وجهة نظرك الشخصية. دائما يقول لك الشخص اللي ما معه شهادة ما ينفع يمتهن هذه المهنة، لكن في الإعلام دائما الناس تقول لك ما هو ضروري أنه يكون عندك شهادة، طالما عندك المقومات وعندك الأدوات والشخصية وتقدر أنك تثبت نفسك قدام الشاشة وتوصل المعلومة بالطريقة الصحيحة، وزي ما تفضلت تكون معلومة من مصدر موثوق، خلنا نقول فأنت لا تحتاج هذه الشهادة اللي هي من الإعلام. فإيش رأيك في الموضوع؟ أنت تقصدين أنه يكون شهادتك إعلام وتعمل بالإعلام بالضبط، أو أنه ما يكون معك شهادة لكن أنت إعلامي، إيش رأيك؟ أنا صحفي قبل ما أكون يعني مقدم برامج أو مذيع. كل الصحف تقريبا اللي في العالم اللي موجودة اليوم، لو تتواصلين مع كثير صحفيين موجودين اليوم حول العالم، ما هو بس بالسعودية، خارج السعودية، راح تجدينهم بالعكس يسعون، مثلا يحتاجون صحفي اقتصادي يروح يبحث عن شخص اقتصادي لكنه يمتلك الموهبة في أدوات التحرير وفي الكتابة الإبداعية وكيف يوصل الفكرة للناس، أو في الصحافة الاستقصائية أيا كان المجال اللي هو حاب يعمل فيه. لكن أنا ضد هالمبدأ. الأكيد أنه مبادئ الإعلام، أنت اليوم لما تمارس هالمهنة من المهم جدا أنك تعرفها، لكن ماني مع الرأي اللي يقول أنه لا لازم تكون مؤهل أكاديميا، لأنه الإعلام أقرب ماله للموهبة والملكة أكثر من أنه يكون يعني شيء أنت تتعلمه. والقاعدة تقول المذيع مطبوع وليس مصنوع، فأنت اليوم هذا الشيء يكون ملكة في داخلك، شيء في جيناتك، شيء أنت تحسه وتحاول تعمل عليه وتحاول تطوره. ممكن تأخذ شخص وتدرب على الإعلام، لكن إذا ما كان عنده الاستعداد وما كان عنده الملكة الكافية ما أعتقد أنه راح ينجح وحتى يصل إلى مراحل. وأحس بعد الشيء المهم القبول، أن الجمهور يقبله. صحيح، لأنه أحس بالضبط، يعني أحس إذا إعلامي أو قاعد على شاشة إذا الجمهور ما قبله فهو أحس حتى لو كان متخرج ما أحس أنه راح يمشي في الإعلام. صح. طب أنا ودي أسألك سؤال جمال، وأنا عارفة الإجابة مسبقاً بس هحاول اسمعها. لما تحمسين على اسئلتك. سؤالي عميق، استني الان واستنى، وبصرف النظر عن اي اجابه انت هتجاوبها انا عارفه الاجابه. ضيعتك صح؟ لا انتظر السؤال. ايش احلى برنامج او اقوى برنامج تتابعه على روتانا وايش السبب؟ ايش اقوى؟ اقوى احسن برنامج. كل برامج روتانا تابعها. لا برنامج تنتظره. تنتظره يعني احنا عارفين انه سيدتي برنامج يعني يحظى بكثير من الزملاء ويتابعونه وكذا، لكن احنا نسال عن غير برنامج سيدتي، ايش تحب؟ والله سؤال صعب، لكن لا صدقا انا يعني حريص على اني اشوف كل البرامج، يعني والاسباب كثيره، يعني انا اشوف كل البرامج. اجابتك يعني دبلوماسيه وما راح. لا ابدا اطلاقا والله. الا ما يكون في برنامج يا جمال انت تقول عنه انه هذا البرنامج احب اتابعه اكثر من برامج، كلهم رائعين وكلهم فيهم الخير والبركه وكلهم نشوفهم، بس في برنامج. في برنامج يجي نص ساعه كذا يجمع التقارير، يمكن هذا افضل شيء لانه سريع كذا بس. اي واحد؟ يا اعتقد يجي بعد برنامجكم مدة نصف ساعة، مجموعة تقارير أحب أشوفها لأنه خفيف فقط يعني لا غير، بس ما يعني أنه أتابع كل برامج روتانا. اخترنا لكم. أعتقد يس. أي طبعا. نعم. هو أنتم لو دركتوا مشاهدينا هو جاوب إجابة ظنية، قال لي أشوفه بعد برنامجكم، فهو معناته شاف يعني سعيد. أشوفه بعد برنامجكم، يعني برنامجكم أكيد.
تمام، مرة تمتعنا صراحة في اللقاء معك، مرة متحمسين للموسم الجديد للبرنامج يا هلا، يعطيك العافية. الله يخليكم، شكرا لكم وشكرا للفرصة، وسعيد بلقائكم مرة ثانية. كل التوفيق لكم، كلنا متحمسين بعد هالموسم من سيدتي. شكرا لكم، وشكرا يمكن الرسالة الأخيرة يمكن أوجهها لسمو الأمير الوليد بن طلال، اللي اليوم دائما ما يحتوينا باهتمامه ودعمه الكبير. والرسالة الثانية يمكن لأستاذنا وأحد عرابين وقادة الإعلام في السعودية، الأستاذ تركي الشبانة، معالي الأستاذ تركي الشبانة، اللي صراحة فقدناه كثير لكن لا زالت روحه يمكن معانا وحسه معنا في روتانا، والأخير العبد الله الشبانة وكل فرق روتانا أمانة، اللي اليوم دائما تسعى رسم الابتسامة والسعادة على وجه الناس. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدين، نطلع فاصل قصير ونرجع لكم.